اهلا بكم الاولاد ومرحبا بكم، معكم جيمر فريفر جيفري في جيم بلاي جديد. جو جديد اسمها تراك مانيا سي ام توربو. ماهيش الاولى لما حاله من تراك مانيا، عاملينها جماعه يوبي سوفت. دونك جو ما عندهاش برشا من اللي خرجت مازال جديده، بتاع ار سي كارز ظهر لي حكايه من هكا. ار سي كارز تسميو ار سي كارز. دونك نجمو نلعبو ملتي بلاير، نجمو نلعبو اونلاين ريسينغ، معناها تورنوا وكل شيء كيف ما الملتي بلاير، برسك كيف الملتي بلاير اونلاين ريسينغ. بون اش علينا كورس اون ليني معناها هذايا، و ملتي جوار برشا جوارات يكونيكتيو معاك و تلعب معاك، و مود كومبين اللي هو كومبين سولو دو كومبين دوبل درايفر، دو جوارات بنفس البي سي ظاهر لي، ديفيد دي زامي ظاهر لي، تنجم تلعب مع صحابك تعمل تشالنج مع صحابك ظاهر لي. ما زلت ما جربتهاش يعني، ما نعرفش عليها برشا حاجات. تنجم تعمل البيست بتاعك الواحد بتاع الكورس بتاعك، البيست بتاعك وحدك، وهذا من الكراهب اللي عندك تنجم تستعملها. برشا وحيد، خلينا نشوفوا الكراهة بالساعة، نشوفوا واش فما. دونك كيف ما تشوفوا ظهر لي هما الار سي كارز يتسماو، لا ماهمش ار سي كارز، لا مادام فيهم جاوني كل مرة كل ار سي كارز درا. بون ايش علينا، نمشيو كومبين سولو، نشوفو شنيا الكورس الاول، نبداو باللول. كيف ما تيقولك، كيف ما تشوف يقولك شنوما الفلس اللي بتبدا تلعب بهم كل شيء، الفلاشات اكسيلير و اكسيليري ديريكسيون فران اكسيلير، كيف هذي اكسيليري. خرجت من الديران جملة واحدة، دونك ما نعرفش كيفاش نعاود. الوقت اللي تستخسره هو اللي يزيد يعطلك في الكورس، و تقول لي عمر ريتار وما تربحش، دونك لازم ديما تجري وتعرف كل تفضل بيك. حاجة تحفون على دفتر بيان جوي فوزافي به كي فرغة، معناها ما بني نعود فيه عودتو مش بتعاني. توا نرجعوا صارت لي مشكله في صوتك، علاش قص الفيديو. بون ما فاتكم شيء، جوست مشيت للبيست اللي بعدها خاطر لقيت روحي ديجا قاعد نعاود فيها البيست الاخرى وما فيش فايده، معناها مش نقعد نعاودها. توا باش نبدا البيست الثانيه فيسع نعمل ريبرون. كيف نهرجم ما نعرفش،
اني كرهبة حقيقية ما عمري ما سكتها في حياتي، خلاف بتاع الكارتينج، بتاع الكارتينج في مستير، نعرف انها تعرفوها ولا لا، ميداي برونز، هي باهية على الأقل، على الأقل، بون ريكور جديد وحاجة باهية. شوفوا البيست الثالثة. في كل مرة باش نعمل حاجة في كل فيديو باش نعمل حاجة، وقولوا لي كان مكمل ولا لا، أنا ديجا عجبتني شوية، فكرني فكرني ديجا في جو تاع الموبيلاتات، عملتها يوبي سوفت كيف حبسلو كيف ما بالضبط. او شيت عاود ملون دي صعيبة شوية، وفر فيه معناها يجي يقول لك اعمل واحد صح. نزلتش على الفرصة تاع الديركور هذيا باش نعوض نجيب سكوير في اخي. عمليه غير ناينز كل المونز هذا كيف ما شفتوا كيف كان سمعته كل مرة ال countdown كل مرة اللغة مرة بالفرنسية مرة بالإيطالية مرة بالإنجليزية، هذه اللي العربي بالطبيعة مش موجود، وانتمت له انتم بشوش شبيه وقت صعيبة شوية صعيبة اختفنا المرة بالزرقة أول مرة من تفك هابن ده اللي ما نيش بش نجمع دونك اللي صعيبة ما نجمعيش، نمشي للبيست الأخر أخير ونشوف روحنا، نحب نجرب البيست هذي ولا في التصوير. نتكلم وننزل
geen mystery. Het is geen mystery. Ah, mais d'un bon, ça est bien. Voilà. Firmen de l'eau. Piste suivante. Il fait un wall ride, d'ailleurs. نجيب خدمة هاي تتكلم بالعربي اي به قالت واحد اطلقت
حتى شنيا هذاك الجديد اللي نلعب عليها ما تلمونيش كيش قدرت راني مانيش باهي في الجيل بالبوكس سلاف نيت فور سبيد بتاع نيت فور سبيد بالرسمي وتكروه بالرسمي باهي فيهم هلا هذي ممكن اول مرة عاودها زعما تو ولا ايه ما نعرفش برا نعاودها لا عاودها ديجا يعني بس بزز فيفون دونك مانيش معاودها نشوفو كيس اخرى نحاول بعد الكورس الجاي نبدل الكهرباء خاطر ما عجبتنيش هذا باش يفوتني واني مانيش باش نربح صعيبة هذه صعيبة متخيل لازم نطلع هكا هذيا باش نعاودو تو زاهي غبغون ترى نعاود زاهي هاي نجم نعاود Yes. What the fuck? Where's your head? المرة هذي شير من المرة هذي ده لا ميداي دارجون اول مرة ميداي دارجون اش بني بقي نعمل مليو غير بيست سويفون اخر بيست باش نلعبها هي هذي نسيت ما بدلتش الكرهبة زحا يا ميسي اشتو المرة الجاية نبدل الكرهبة علقت لي عاد ايوه باش نفوتو بزيد عاد
Yes. Yes. Maar een heavy press. Maar weet niet. Wil je meteen dat zo met de ogen? Bon. الحلقة هذه توفى لنا تنساش كان عجبتكم تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وقولوا لي في كومنتر كان تحبوني نزيد نعمل معناها كيفاش نقولوها جيم بلاي اخر قولوا لي وديجا يعني باش نعمل جيم بلاي اخر اما المرة الجاية على كيفاش نعمل كورس وكل شيء معناها كيفاش نعمل بيست نلعب عليها ونجربوها مع بعضنا ونجربو نعمل كورس اخر بكره اخرى ما متي شويغ وواحد ما ظهر لي كان مش نجمو على خاطر كراكي جو دونك سامحوني في هذه ونتقابلوا في الحلقه الجايه.